دقيقة. شو؟ هي هي قنينة زيت. في حدا كب الزيت هون عن قصد منشان يوقعني. معقول تكون فيتيكا أجروال؟ شو؟ لا لا ولا شي. لا قول شي تيج. وقت جيت على الغرفة شفت فيديكا طالعة من الحمام وشفتها كانت حاملة سطل بإيدها وكانت مستعجلة. من الواضح إنها معصبة منك كتير يا أريا. أنتي وقفتي ضدها وتزوجتيني إجباري عنها وبعدين طلبتي من زوجها إنه ينظف البيت كله. أريا أنا ما عم شك فيها بدون سبب، بس هلأ أنتي قليلي إذا مو هي مين رح يعمل هيك شي؟ هذا مجرد رأي. معك حق شي تيج. على ما يبدو إنه أمي طلعت عن السيطرة وعم تتمرد وعم بتحاول تنتقم مننا عكل اللي عملته أنا مع زوجها. إيه. غريب شو هالأم هي؟ صحي. شكراً لأنك قدرت تمسكني. أريا ما في داعي تشكريني على شيء. صحيح نحن تزوجنا بظروف استثنائية بس سعادتك مسؤوليتي هلأ. أريا بصراحة أنا كتير مصدوم من تصرفات أمك ولأنها واقفة ضدك لهالدرجة، ومشان هيك أنا محتار ليش فيديكا ما بدها تفهم الفكرة إنه ساهيل ما بيقدر يحبك مثل أبوكي. يمكن الحب عمى على قلبها ونسيت إنك بنتها. شوفي بعينك كيف أمك بتدعم ساهيل على طول وما فكرت ببنتها ولا بمشاعرها. أريا أنا كتير مبسوط لأنك ما رديتي عليهم. أنت فعلاً قوية بس أنا كنت قلقان من أنك تسمعي أكاذيبهم وتنسي الهدف تبعك. لازم ننتقم لموت جودو سوا. ما بدك تعاقبي ساهيل؟ أنا أكيد معك لو شو ما احتجتي. أنا بعرف شو هي نقاط ضعفهم شيتيج. استنى أنا رح صعب عليهم حياتهم لدرجة يجوا ندمانين عم يطلبوا السماح مني. قصة حب فيديكا وساهيل الكبيرة بلشت بسببي، لهيك أنا يلي رح أنهيها بطريقتي الخاصة. كتير منيح أريا، هذا هو المطلوب تماما. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.